رح نروح مع بعض لجرش وزميلنا محمد القضاي. يسعد صباحك يا محمد. يسعد صباحكم جميعا هبة ولانا وشهد. طبعا أنا بحييكم من مرتفعات سوف بمحافظة جرش. أجواء جميلة ورائعة والجو لطيف، لكن راح تكون طبعا حلقتنا شوي فيها تميز. احنا موجودين في غابة فيها الأسود والنمور والدببة، ولذلك يعني بدكم تتحملوا. احنا بنعرف انه قلوبكم ضعيف شوي، لكن بدكم تتحملوا هاي الحلقة. بالطبع لابد من عرض بعض الأخبار التي شهدتها محافظة جرش يوم أمس، حيث تم الإعلان عن إصابة إحدى سيدات محافظة جرش بفيروس الكورونا، وهناك إجراءات تقوم بها وزارة الصحة وكذلك بلدية جرش الكبرى ومستشفى جرش الحكومي، حيث تم تعقيم عيادات المستشفى، حيث أن المصابة بفيروس الكورونا كانت قد راجعت إحدى عيادات المستشفى. وكذلك هناك فرق الاستقصاء الوبائي قامت يوم أمس وتستمر هذا اليوم بأخذ عينات من منطقة سوف وكذلك منطقة ساكب، حيث وجود مخالطين لهذه السيدة. طبعا سنتوجه بعد قليل إلى محمية المأوى للحياة الطبيعية والبرية، حيث وجود العديد من الحيوانات المفترسة في هذه المحمية، وسنكون مع المسؤولين عن هذه المحمية في لقاءات خلال فترة هذه الصباح مع برنامج يوم جديد. إليكم زملائي في استوديو برنامج يوم جديد.